أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يسأل: ما رأيكم في كتاب الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، الفرق بين بلوغ الحجة وفهم الحجة؟ لا شك أنه كتاب جليل وأنه علم غزير، وليس هذا رأي الشيخ إسحاق، بل هو رأي الشيخ عبد الله بن بطين والأئمة، أئمة الدعوة كلهم على هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.